أجمل تحية رياضية لكم مشاهدينا أينما كنتم، مع بداية برنامجنا فلاش سبورت وجولة جديدة في عالم الرياضة والرياضيين، بالإضافة إلى العديد من الفقرات الرياضية المتنوعة، نتمنى إن شاء الله أن تنال إعجاب الجميع. مشاهدينا، برنامج فلاش سبورت ينطلق من رؤية مختلفة تماما ووضحت الهدف أيضا، وهي أن الرياضة بحد ذاتها لغة رائعة وممتعة وخفيفة أيضا، بعيدا كل البعد عن التحليل والتعقيد، لنتجاوز معا بذلك حدود التميز والاختلاف. فلاش سبورت بدأ، أهلا بكم. والبداية كما تعودنا مع فقرة سبورت أوفلاين وما وراء كواليس الرياضة والجانب الآخر لحياة اللاعبين. ومن الأرجنتين نبدأ، فبعد أن كان في يوم من الأيام مرعب الحراس وماكينة الأهداف الأرجنتينية، وكان من أفضل الهدافين في تاريخ الأرجنتين وأسطورة فريق فيورنتينا الإيطالي وروما أيضا، جابرييل باتيستوتا قد لا يستطيع المشي أبدا، ويأتي ذلك بسبب إصابة قديمة في الركبة عندما كان لاعبا ولم يعالج منها بالشكل السليم، فعادت مجددا مما قد تتسبب في مشاكل صحية خطيرة جدا لهذا النجم. باتيستوتا تحدث قائلا: كنت أخوض 65 مباراة في الموسم وكنت أبذل الكثير من الجهد مما أثر على ركبتي الآن، والآن أمشي بصعوبة بالغة والأطباء يحذرون من عدم تمكني من المشي بعد الآن، بالتأكيد لن أستطيع الركض مرة أخرى أو حتى ركل الكرة على سبيل التسلية. يذكر مشاهدين أن باتي جول يخضع لمراقبة صحية مكثفة من أجل متابعة حالة ركبته المصابة. والآن إلى الجانب الآخر لحياة اللاعبين، إيرينا شايك تتسبب بطرد والدة كريستيانو رونالدو وتنجح في تفريق العائلة. حيث ذكر التقرير البرتغالي أن جناح كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد قام بنقل والدته من منزله، وقالت مجلة نوفا جينتي أن كريستيانو قام بتأجير منزل آخر لوالدته دورلوس ورفيقها جوزيه أندرادي بعيدا عن منزله. وأضافت أيضا أن قائد المنتخب البرتغالي قرر أن يحظى بمزيد من الخصوصية مع صديقته الروسية إيرينا شايك، وذلك بعد عامين على علاقتهما معا، طبعا بالإضافة إلى طفله بصحبة جليسة الأطفال. وأكدت الصحيفة أن دورلوس تشعر بحنين لحفيدها الذي تولت تربيته تقريبا منذ ولادته، وقضت بناء على رغبة ابنها وقتا أكثر في العاصمة الإسبانية مدريد بعيدا عن مدينة ماديرا بالبرتغال مسقط رأس كريستيانو. وحملت الصحيفة أيضا حملت شايك طبعا مسؤولية قرار كريستيانو، حيث كتبت على غلافها: إيرينا تنجح في تفريق العائلة. والآن إلى خبر آخر، فيدرير يتلقى تهديدا بالقتل في الصين. يأتي ذلك بعدما نشر أحد متصفحي الإنترنت رسالة كتب فيها: فلتعرف أنني سأقتل روجير فيدرير، ووضع صورة مقطوعة الرأس للمايسترو. حيث تلقى سويسري روجير فيدرير المصنف الأول عالميا بين لاعبي التنس المحترفين تهديدا بالقتل في الصين، وذلك قبل أيام من انطلاق بطولة شانغهاي لتنس الأساتذة. وكتب هذا الشخص: فلتعرف أنني سأقتل روجير فيدرير، ووضع صورة مقطوعة الرأس للاعب. وقال منظمو البطولة: سنقوم بالتحقيق في هذه الرسالة. ووصل فيدرير بالفعل إلى الصين، لذا فقد عززنا إجراءات الأمن، نأمل في ألا تتعدى كونها تهديدات لفظية فقط. يشار إلى أن اللاعب السويسري عاد إلى التألق من جديد منذ نهاية الموسم الماضي، فقد فاز بالبطولة الختامية الموسم، كما فاز في هذا الموسم بست بطولات بينها ويمبلدون، ثالث بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، وقد عادته مجددا إلى صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين طبعا. وكان هناك تعزيز الإجراءات الأمنية في شانغهاي بعد أن أعلن شخص عن نيته في اغتيال النجم السويسري. بعد الكثير من الشائعات والمشاكل التي تدور في كواليس النادي الملكي، مورينيو يقول: علاقتي بزوجتي أفضل من علاقتي براموس. بهذه الكلمات كشف جوزيه مورينيو عن طبيعة علاقته بسيرجيو راموس لاعب ريال مدريد، بعد أن قالت الصحف أن راموس حاول أن يستفز مدربه عبر ارتدائه قميص زميله مسعود أوزيل تحت قميصه في مباراة الفريق الأسبوع الماضي ضد الكورونيا. وبعد هذه الحادثة تحدث مورينيو قائلا: علاقتي بزوجته أفضل من علاقتي بسيرجيو راموس، علاقتي به هي أفضل من علاقاتي بالأشخاص الذين لا أتعامل معهم أبدا، هكذا هي طبيعة العلاقات بين الناس، تريدون أن تعرفوا ما قصد سيرجيو بما صرح به، إذن عليكم بسؤاله فقط. يذكر أن علاقة المدرب البرتغالي براموس لم تمر بأحسن أحوالها، فتخللها الكثير طبعا من التوترات في الفترة الأخيرة. والآن إلى خبر طريف، نيمار على شكل فراشة ونملة، حيث ظهر النجم البرازيلي الشاب نيمار مهاجم سانتوس البرازيلي بعدة أشكال مختلفة وبملابس غريبة في حلقة تصوير خاصة بإعلان مثلجات الآيس كريم. الجدير بالذكر مشاهدين أن اللاعب نيمار يتصارع عليه حاليا ناديا ريال مدريد الإسبانيان وناديا ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان،
ولكن اللاعب أكد على عدم تركه لنادي الحالي ساندوس، وهناك الكثير طبعا من الشائعات على اقتراب النادي الملكي ونادي الكتالوني طبعا من التوقيع مع اللاعب، لكن نيمار نفى ذلك في أكثر من مناسبة. ولكن بعدما نشر هذا الإعلان قد يطلق عليه اسم جديد، فقد يكون نيمار النملة، نيمار الفراشة، وقد يكون نيمار ألفيس بريسلي. ومن هذا الخبر الطريف إلى مشهد حزين في الملاعب، هدف أسطوري لرونالدينو صاحبه البكاء الشديد، حيث أعاد لنا الساحر البرازيلي رونالدينو ذكريات هدفه التاريخي في مرمى الحارس الإنجليزي دافيد سيمان في مونديال 2002 بتوقيعه على هدف رائع من خماسية فريقه نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي أمام فريق فيجاس ضمن الأسبوع 31 من الدوري البرازيلي الممتاز. رونالدينو الذي كان يعلم قبل المباراة بمدى معاناة والدته من المرض الخبيث الذي أصابها، لكنه أصر على اللعب في هذا اللقاء وهو متأثر طبعا بمعاناة والدته، وتمكن في الدقيقة 38 من تسجيل هدف اللقاء، من تسجيل طبعا هدف رائع، لكنه بعد ذلك لم يتمالك نفسه فبدأ بالبكاء على والدته. أكيد طبعا مشاهدينا لاعب حساس جدا ونجم رائع، وقد استثارت طبعا البادرة الإنسانية التي قام بها جماهير مينيرو في اللقاء الماضي أمام غريميو برفع لافتة كبيرة لرونالدينو كان مكتوب عليها ثق بالله. مشاعر الأسطورة البرازيلية، فعبر عن شكره دائما طبعا وامتنانه لجماهير هذا الفريق الرائع، ووعد نجم برشلونة السابق بتسجيل أهداف أكثر في اللقاء، وهذا طبعا ما فعله طبعا، وسجل بدلا من الهدف هدفين، واحتفل بخماسية رائعة مع وصيف جدول الترتيب جدول تدريب الدوري البرازيلي. دعونا نذهب إلى فاصل قصير ونعود مع فقرة سي بي سبورت. وصلنا وإياكم مشاهدين إلى فقرة سي بي سبورت، فقرة نرصد من خلالها مسيرة أسطورة من أساطير الرياضة. فبعد أن اخترت في حلقات سابقة نجوم من رياضة كرة القدم ومن لاعب من ملاعب كرة الكرة الصفراء طبعا ملاعب التنس، فقررت أن أتحول الآن مباشرة إلى عالم الصالات المغلقة وتحديدا كرة السلة، فاخترت لكم اسما من ألمع الأسماء في عالم الـ NBA، النجم الأمريكي مايكل جوردن، لاعب صاحب الأمجاد الكبيرة والتي سيعجز التاريخ على نسيانها ولم يتمكن المستقبل من تكرارها أو حتى الاقتراب منها. في هذا التقرير سنلقي الضوء على أهم محطات حياته المختلفة منذ نشأته وصولا إلى التألق والشهرة وأعلى درجات النجومية والإبداع. نشاهد معاً. مايكل جوردن. ولد جوردن في ولاية نيويورك الأمريكية عام 1963، وبدأت هذه القصة الأسطورة عام 84 وتحديداً عندما انتقل إلى فريق شيكاغو بولز، حيث تم اختياره ثالث أفضل لاعب هاوي في تلك الفترة. لكن جوردن أثبت وجوده بشكل قوي وسريع، وساعده على ذلك مواصفاته الجسمانية المميزة، فطوله كان 198 سنتيمتر، وهو الأمر الذي ساعده كثيراً بالإضافة إلى القدرة الخارقة والموهبة الرياضية النادرة لتكون هذه بداية أسطورة جديدة في عالم كرة السلة. جوردن الطائر كان مميزا كذلك على الناحية الدفاعية،
وساعد فريقه على الفوز ببطولة الدوري الأمريكي NBA لثلاثة أعوام متتالية 91، 92 و93، هذه المرة في عام 2001. إنجازات مايكل جوردن تقارب الخيال، فهو حقق جائزة أكثر لاعب قيمة لخمس مرات، وتم اختياره 10 مرات كفريق الموسم، إضافة إلى جائزة أفضل لاعب مدافع ل9 مرات، وتم اختياره كأفضل هداف ل10 مواسم، وكأفضل سارق كرات ل3 مرات، وأفضل لاعب في النهائيات ل6 مرات، وتم اختياره عام 99 كأفضل رياضي في القرن في قارة أمريكا الشمالية. بعيداً عن الرياضة، فإن مايكل جوردن كان من أحد أسباب نجاح ماركات عديدة لأحذية نايك والتي ما زالت مسيطرة حتى الآن، كما أنه يملك حالياً جزء من نادي تشارلوت بوبكاتس. ومن منا لا ينسى بطولته في فيلم سبيس جام، بطولة مايكل جوردن وباكس باني في أروع أفلام الأنمي لعام 96. أخيراً وبعد اعتزاله، أجمع عشاق الـ NBA على أنه الأفضل عبر التاريخ. Look at me, look at me. I'm a cool kid. I'm an individual, yeah, but I'm part of a movement. My movement told me be a consumer, and I consumed it. They told me to just do it. I listened to what that swoosh said. Look at what that swoosh did. See it consume my thoughts. Are you stupid? Don't crease them, just leave them in that box. Strangled by these laces, laces. I can barely talk. That's my air bubble, and I'm lost. If it pops, we are what we wear what we are. But see, I look inside the mirror, and thick film night tricked us all. Will I stand for change or stay in my box? These Nikes help me define me, but I'm trying to take mine off. وتحدث عنه مدربه قائلا: هناك الكثير من اللاعبين حول العالم، ولكن هناك مايكل جوردن واحد فقط. فتحية لهذا اللاعب الذي حفر اسمه بأحرف من ذهب على لائحة أساطير الرياضة العالمية. إنه اللاعب الطائر مايكل جوردن.